بشرى سارة من الصحة العالمية للمواطنين بشأن إعداد لقاح يحمي من متحورات كورونا. زفت منظمة الصحة العالمية بشرى سارة للمواطنين بشأن إعداد لقاح لعلاج فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، حيث أن هذا اللقاح سيحمي المواطن من أي متحورات جديدة لكورونا تظهر خلال الفترات المقبلة. الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط قالت أن هناك لقاحا يعد حاليا لفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية معا، وأنه سيكون هناك اجتماع للجنة الخبراء في منظمة الصحة العالمية خلال الفترة المقبلة لإصدار التوصيات بهذا الشأن. مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط أكدت في تصريحات لها خلال المؤتمر التمهيدي للجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية والتي ستعقد في القاهرة في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري أن هناك لجنة الخبراء ستصدر توصياتها بشكل أكيد حول لقاح كورونا والذي سيحمي من المتحورات الجديدة للفيروس والتي تظهر بشكل مستمر. كمان مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط أوصت بضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا في هذا التوقيت من العام وهو فصل الخريف للوقاية من مرض الإنفلونزا الذي يتسبب عالميا في وجود أعداد كبيرة من الوفيات والإصابات الشديدة للفيروس، فيما تواصل جميع المؤسسات الدولة لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية، شكرا لحضراتكم على المتابعة.